هو المشكلة أنا مش سامعك مظبوط. أسهم. آه زكاة الأسهم. زكاة الأسهم. الأسهم واحد من اثنين. آه جميل. أما هل هي حلال ولا حرام؟ طيب ماشي. بدك جواب يكون على زي ما بدك ولا زي ما بدي؟ طب اسمعني. نعم. اولا المجمع الفقهي اللي بيمثل العالم الاسلامي قال اسهم الشركات الحلال حلال. ليش عم بقول اسهم الشركات الحلال؟ لانه في ناس حتى بيزعموا انه اسهم الشركات الحلال قال مش حلال. ليش مش حلال؟ فعشان هيك قلت المجمع الفقهي قال. هذه اول قضية. انتبهت كيف؟ المجمع الفقهي بت في الموضوع ومبدأ المساهمة جائز شرعا. لانه في بعض الناس بيقول لك اولا يشترط في الشركات حتى تصح ما يلي. اولا انه يعرفوا الشركاء بعضهم. منين جبتوا هالشرط يعرفوا الشركاء بعضهم؟ منين جبناه؟ اكثر الشروط اللي تشترط في كتب الفقه مرات في الشركات هذه شروط لا تستند لا قرآن ولا سنة، وانما هي ايش؟ اجتهادات في عصور معينة. في عصور معينة جاء المجمع الفقهي، وحتى ما يسكنش في اخذ رد في موضوع الشركات، شو قال؟ المساهمة الشركات يعني مبدأ الشركة المساهمة جائز شرعا. المبدأ. نيجي الان، طب انت بتساهم في ايش؟ في بنك يعني؟ ما هي مبينة واضحة. لا لا يجوز. ليش؟ لانه هذه شركة معظم عملها او كثير من عملها حرام. حرام. اذا بساهم انا في شركات التي تتعامل بالحلال. طيب ما هو اليوم في شركات تتعامل بالحلال ولكن ممكن يدخل الحرام عرضا مش اساس، يعني مش شغلها الحرام. مثلا زاد عندهم في الاتصالات اموال وضعوها في البنك واخذوا عليها ربا وانعكست على السهم. يعني ممكن تنعكس 1% 2% على ارباح السهم. هيك دخل بالربا انت. هم رابوا غير انهم هم اتداينوا واعطوا ربا. بيختلف. اتداينوا اعطوا ربا ارتكبوا حرام هم صحيح، الا اذا مضطرين طبيعي. اتداينوا اعطوا ربا، هذا ما دخلش في السهم. هذا ما بدخلش في السهم لانه هذا اصلا خرج، مش دخل في السهم، خرج. لكن لما هم بيوضعوا الاموال الزائدة في البنوك الربوية او بيستخدموها في الحرام في استثمارات ثانية وبتنعكس على السهم، هنا العلماء شو قالوا؟ قالوا ننظر اذا كان هذه الشركة ولو كانت خاصة لها طبيعة عامة، يعني يتأثر المجتمع بها زي شركة اتصالات، زي شركة كهرباء، شركة مياه، هذه خاصة بس ايش؟ ذات طبع ايش؟ عام. يتأثر المجتمع لو ما كانتش موجودة. تمام؟ اجوا قالوا هذه طالما انه شغلها بشكل عام في المباح يجوز انك تشتري في اسهمها حتى لو دخل احيانا بعض الحرام. واختلفوا في النسبة. قديش نسبة الحرام هذا مثلا؟ بعضهم قال 10 15، مش هيك؟ يعني في كلام مطروح بين العلماء وعلماء المجمع كمان. ليش؟ لانها وان كانت خاصة ولكن ذات طبع ايش؟ عام. واذا كانت عامة من اصلها يعني يشرف عليها الحكومة وبتخدم المجتمع ويدخل احيانا الحرام، قالوا بيجوز تساهم. ولما بيظهر في بيانات اخر السنة ايش دخل الحرام تخرجوا انت 1% هاي اولا. اما اذا كانت شركة خاصة مش ذات طبيعة عامة لا يجوز شراء اسهمها اذا بتتعامل بالحرام. احيانا. التفصيل واضح؟ تكمل السؤال. العاملين علي
العاملين عليها. اولا العمال هذول مش العاملين عليها. جيد. العاملين عليها يعني اللي بيشتغلوا في جبي الزكاة وتوزيعها. واليوم في لجان زكاة لان الحكومات مش قائمة اصلا بواجبها اتجاه الفقير في موضوع الزكاة. اليوم في وفي موظفين اصلا في هذه الشركات لجان الزكاة. ولكن هناك من العلماء من قال لا يجوز ان يتعدى مصرف العاملين عليها 12.5%. ليش؟ لانه كم مصرف مصارف الزكاة؟ ثمانية. اذا ما بيجوز يتعدى ثمن المية. ثمن المية كم؟ 12.5. مش هيك؟ 12.5 ما بيزيدش. اذا يجب ان يكون مصرف العاملين عليها على الزكاة ما يزيدش عن ولا والله ما احسن نعمل لجان زكاة وتروح معظمها رواتب يا اخوي على العاملين عليها والفقير خلص مصارفها 8 ما يزيدش ما ينفق على العاملين عليها على ايش؟ على الثمن. هذه واحدة. اما سؤالك انت لما يكون تاجر وعندك عمال يجوز لي اخرج لهم الزكاة؟ ما هو الجواب يا نعم يا لا. كيف يعني؟ ممكن هالعامل هذا اللي هو عندي وانا بعطيه 2000 شيكل مثلا غني. كيف يعني غني؟ فيش عمال اغنياء وارثين دور وتفاصيل؟ تيجي تقول لي هذا العامل يا حرام باخذ ألفين. طب ما هو بيجي من الزيت كل اخر سنة ب20,000 دينار مثلا هذا العامل اللي عندك. او ملو هالعامل بيصرفش على حدا الا على حاله. ال2000 بكفوه ولا بكفوه؟ فبدك تنظر اذا العامل هذا فقير او يعني وضعه صعب او مديون مرهق الدين. نعم تعطي. اذا انا مش بعطي كل عامل لانه انو العامل اللي يعني بيستحق. ما هو ممكن يكون العامل مرات اغنى على فكرة من